ايه هو التأثير السلبي للدوالي على قدرة الرجل الإنجابية وعلاقتهم ببعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية في معلومة بسيطة عايز أقولها. اتفضل. إن الدوالي تعتبر هي أشهر وأكثر سبب انتشارا في أسباب تأخر الإنجاب عند الرجل. ومش كده كمان. وأكثر سبب ممكن يتصلح ويجيب لنا نتائج إيجابية. طيب كويس. يعني الموست كومن موست كوركتابل كوز. يعني مشهور جدا وفي نفس الوقت نقدر تتعالج معاها نتعامل معاها. لانه اكتشافها هذه المشكله من من من, من سنين طويله يعني. طبعا الدوالي هي موجوده في نسبه كبيره من الرجال اللي بيخلفوا طبيعي. يعني هو ممكن يكون خلف مره واثنين وثلاثه بس عنده دوالي يبقى ممكن ما تعملش حاجه. ممكن ما تعملش حاجه. يبقى تاثيرها السلبي على الخصيه مفيش في الحالات دي. ايه السبب؟ محدش يعرف. هي نظريات. ممكن يكون الريزيرف او القدره بتاعت الخصيه كبيره جدا. وممكن يكون هذه الدوالي تاثيرها السلبي ما بيصلش لكل الخلايا الخصيه ايا كان السبب. هي موجوده في بعض الناس وما بتعملش حاجه. وممكن تؤثر بقى على الناس بدرجه كبيره على كل معايير تحليل السائل المنوي. من ناحيه العدد، من ناحيه الحركه، ومن ناحيه زياده نسبه التشوهات. سبب شهير جدا موجود في 35% من الناس اللي لسه ما انجبوش خالص، اللي هو تاخر انجاب اولي. تمام. كل ما بيتقدم السن بالرجل بتزيد النسبه دي. يعني ممكن يكون خلف قبل كده ويجي له حاجه اسمها تاخر انجاب سنوي. بتصل النسبه الى 60 ل 65% من الاسباب. ده معناه ايه؟ ان هي مشكله مشهورة جدا أو شهيرة جدا ومتطورة. بروجريسيف. تأثير السلبي بقى ده طبعا أكيد لأن هذه المشكلة قتلت بحثا. إحنا لما نيجي نمسك بقى الوضع التشريحي ونتكلم عن الناحية الوظيفية لتكوين الحيوانات المنوية، الخصية هي المكان اللي بيتكون فيه حيوانات منوية. طبعا. الدوالي دي هي أوردة متضخمة فقدت وظيفتها، بتعرض الخصية إلى ضغط والى ستريس والى ظروف غير طبيعيه، فبالتالي مش هتنتج الحيوانات المنويه بصوره طبيعيه. تاثر على الانابيب الدقيقه اللي بتكون الحيوانات المنويه. ده رقم واحد. لو مسكنا مستوى الخص بتؤثر على الخلايا اللي بتنتج هرمون الذكوره اسمها لايدك سيلز، والخلايا اللي بتنتج ماده اسمها الانهبين. الانهبين دي ماده مهمه جدا في الخصيه، بتساعد على تكوين الحيوانات المنويه. بتاثر عليها برضه. لما نيجي نوصل لمستوى اللي اعلى من الخصيه اللي هو البربخ. المكان اللي بيتكون فيه اللي بيحصل فيه اكتساب الحركه للحيوانات المنويه. بتؤثر برضو على هذه الانابيب وعلى المواد اللي بتنتج وبتساعد ان ان الحيوانات المنويه يتحرك، فبالتالي مشكله الحركه بتتاثر. يبقى بتاثر على الخصيه بمحتوياتها وتاثر على البربخ بمحتوياته. نيجي بقى للحيوان المنوي. هذا علي. الجسم تاثر عليه كمان. بتعمل حاجه اسمها دي ان اي فراجمنتيشن اللي هو الحمض النووي اللي موجود في راس الحيوان المنوي. ساعات يكون الحيوان المنوي ظاهريا ما فيش مشاكل فيه، ولكن وظيفيا في مشكله. الدي ان اي اللي هي الماده الوراثيه اللي بتمتزج بالماده الوراثيه في البويضه عشان تكوين الجنين. تمام. بيحصل فيها تكسير، بيبقى ليها رباط معين، شريط معين كده بيربطها. بيحصل فيه مشاكل، فبالتالي بيبقى سبب من اسباب ان هو ما يحصلش حمل او يحصل اجهاض متكرر، لانه ما بيتمش تكوين الجنين بصوره صحيحه. المكان المعني في الحيوان المنوي بيكسبه الحركه في حاجه اسمها بيت الطاقه اللي هي الميتوكوندريا. في منطقه معينه من الحيوان المنوي بتتاثر سلبيا، وبالتالي الحركه برضو بتتاثر بصوره اخرى. الحيوان المنوي في الراس في ماده اسمها حاجه زي الكاب كده اسمه اكروزوم. بيفرز ماده معينه، هذه الماده مهمه جدا لاختراق البويضه. بتتاثر برضو وظيفتها. يبقى على كل مستوى من مستويات تكوين الحيوانات المنويه واكتسابها الحركه وقدرتها الوظيفيه بتتاثر. فبالتالي تاثير الدوالي تاثير مؤكد على خصوبه الرجل.